ثانك يو. شغله اليوم بدي اسويها، بس قبل رح روح اعمل رياضه بالفورست، بما انه كل شيء متلا فروست، بتكون مناظر الفورست كتير حلوه اليوم، فلازم اروح. وبعدين بدي اسوي كم شغله، وبارح كان كتير راسي عم يوجعني بسبب الصيام يعني. اليوم كمان بعد في شوية وجع بس أحسن بكتير. هلا على 36 ساعة تقريبا بروح وجع الراس. هو كل مرة بعمل صيام الأوتوفوجي نفس الشيء، أول 36 ساعة في وجع راس، بعدين بتتحسن الأمور. anyway بشوفكن هلا بالفورست. قلت لها تروحي تتمشي معي لزمان ما شفتها، قالت لي أوكي. فأنا هلا ناطرتها قدام بيتها لتجهز، وبعدين ما نروح سوا. مشيت لي شي ساعة وشوي، وتفيت كتير، وشلت الجلافز وشلت الهات. اوكي خلينا نروح البيت ناخد شاور، وعندي كم شغلة بدي اخلصها، وما بعرف شو راح اعمل فيكم اليوم لانه صيام الاوتوفوجي. صباح الخير. خلصت شغلي على بكير، وهلا طالعه اعمل شويه شوبينج لان حجزنا الهوليداي تبعيتنا. بخبركم عنها، كتير شيء اكسايتنج بخبركم عنها بس ليقرب الوقت. فلازمنا كم شغله بدنا نحضرها عشان ناخدها معنا. فحالتي صاحبتي هن رايحين معنا كمان على الهوليداي، رح نروح نحن واصحابنا. بدنا نجيب كم شغلة وبعدين نشوف كيف هالنهار رح يكمل. يا حلوين عملت شوبينج، وشوفوا على الباب شو في كمان. هالاوردرز كلها هدول الهوليداي. يا حلوين امبارح خلصت صيام الاوتوفاجي الساعة تقريبا 4 بعد الظهر. فاليوم
شربت قهوتي الصبح، وبعدين بعدني لهلا بلا اكل، انا بعدني ما جعانه، بس هلا بدي احضر العشاء. فاليوم طلبنا اكل من برا للاولاد، فنحن طلبنا كمان دجاج مشوي، وراح اعمل حده خضره بالفرن مشان ناكل هيلثي، نضلنا مزبوط على الكيتو. فحفرجيكم شو هي الخضره اللي راح احطها بالفرن. اوكي، سو عم حمل الفرن هلا. سو حطيت راس ارنبيت صغير، حطيت 2 الاوباجين، حطيت 2 بندوره وبصله صغيره حمراء. هلا راح احط لهم ملح، هلا رح رش لهم رشة زيت زيتون منيحة كريمة يعني. اوكي كفي هلا، صح. وعلى الفرن قدم شي نص ساعة. اوكي، وهالخضرة صارت جاهزة. وهيدي الدجاج المشوية اللي اشتريناها، بس هلا صارت باردة، فرح سخنها ورح احضر الصحون. اوكي حلوين، اكلنا كل شيء تمام، وهلا بدنا نحضر مباراة بريطانيا. فبتمنى لكم نهاية اسبوع سعيد، وبشوفكم في فلوج جديد ان شاء الله قريبا. باي باي.